نشرة الأخبار على الحياة فم. السابعة مساء هنا من الحياة فم، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه النشرة الأخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. فاروق عسكري يؤكد بأن نسبة الإقبال الرسمية والنهائية للإقبال على الاقتراع قدرت بـ 11.40%. وزيرة العدل تستقبل رئيسة المكتب الإقليمي لمجلس أوروبا بتونس والأمين العام للجنة الأوروبية لفعالة العدالة. مارسل شاهد يؤكد تسجيل مجموعة من الخروقات يوم الاقتراع. سبيطلة إيقاف عنصرين تكفيريين مفتش عنهما. معطيات أولية حول حادث مرور على طريق الوطنية رقم 6 رابطة بين باجا ودزرقا. وفنلندا ترد على أردوغان حول رسالة صادمة قد يوجهها للسويد بشأن الانضمام للناتو. إلى تفاصيل النشرة، حيث أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الأثنين خلال ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، أكد من خلالها بأن نسبة الإقبال الرسمية والنهائية للإقبال على الاقتراع والمقدرة بـ 11.40%. كما أضاف بوعسكر أنه تم أو تقرر الإلغاء الجزئي لعدد من الأصوات لمترشح بولاية بنزرت، كما تقرر أيضا الإلغاء الكلي لنتائج أحد المترشحين بولاية سواقس بعد ثبوت ارتكابهما لعدد من الجرائم الانتخابية وفق تعبيرها. وفي سياق آخر، بيّنت علاء بن نجم رئيس مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات تسجيل خروقات خلال يوم الاقتراع للدور الثاني من الانتخابات التشريعية أمس الأحد. كما أضافت بن نجم خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين إلى أنه تم رصد توزيع عدد من أعوان مراكز الاقتراع أموالا على الناخبين للتصويت لمترشح معين، إضافة لتسجيل حالة عنف مادي ولفظي ضد ملاحظتي مرصد شاهد بمركزي اقتراع في ولايتي منوبة ومدنينة. ولفتت نجمة إلى أنه تم تسجيل غياب علامات دالة على مركز الاقتراع ووجود خلوات مكشوفة ومكاتب غير مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعليق قائمة الناخبين في عدد من المراكز، بالإضافة إلى رصد خرق الصمت الانتخابي حيث تم تسجيل مواصلة الحملة من قبل مواطنين لمرشحيهم وتوزيع أموال ونقل الناخبين بواسطة سيارات بلدية. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطنية اليوم الاثنين بأن حادث المرور الذي جد اليوم على الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين باجة ودزرقة والذي خلف قاتلين وستة جرحى، حيث بين المتحدث باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي بأن صورة الحادث تتمثل في اصطدام شاحنة بتسع سيارات، وبين بأن مركز حرس المرور بمنطقة مجز الباب تعهد بالمعاينة والبحث. ووفقا للمعطيات الأولية التي قدمتها الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان لها، فإنه قبل الاصطدام انزلقت سيارة أجنبية على متنها أربع أشخاص عن مسارها واصطدمت بشاحنة خفيفة على متنها سائق فقط خلفت ثلاثة جرحى. تجمع على إثرها بعض مستعملي الطريق ركنوا سيارتهم لمتابعة الوضع، وفي الأثناء اصطدمت شاحنة ثقيلة بسيارتي الحادث الأول وبسبعة وسائل أخرى أدت إلى وفاة شخصين أجنبي وتونسي على عين المكان وجرح ستة آخرين تم إسعافهم بالمستشفى الجهوية بباجة. تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسبيت لإقليم القسرين مطلع اليوم الاثنين بعد جملة من المداهمات تحت إشراف مباشر من طرف النيابة العمومية وسد عدة منافذ عن عنصرين تكفيريين تعمدا أسلوب التخفي والتضليل للفرار من العدالة. هذا ويبلغ الأشقام العمر 30 و31 سنة مفتش عنهما لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس واحد من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليهما بأربع وست سنوات سجن مع نفاذ العاجل، حيث تم الاحتفاظ بهما مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما. استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم رئيسة المكتب الإقليمي لمجلس أوروبا بتونس بيلار موراس مرفوقة بمورييل ديكو الأمين العام للجنة الأوروبية لفعالية العدالة. وقد تمحور اللقاء حول واقع التعاون بين مجلس أوروبا ووزارة العدل التونسية وسبل تدعيمه والإمكانية المتاحة للاستفادة من مختلف البرامج والمشاريع القائمة بين الاثنتين بما يتماشى وحاجيات الوزارة وفق المخطط القطاعي للتنمية.
وفي العالم، أعرب وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيسو عن رغبة بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو برفقة السويد وليس كلا على حدة. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، علق فيه على تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بخصوص عضوية فنلندا في الناتو. وكان قد صرح أردوغان خلال لقاء بتجمع شبابي في وسط تركيا أمس الأحد حد يمكن أن نعطي فنلندا رسالة مختلفة إذ لزم الأمر، وهذا سيصيب السويد بصدمة في إشارة لاحتمال موافقة أنقرة على انضمام هيلينسكي دون ستوكولم إلى حلف الناتو. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وعسكر يؤكد بأن نسبة الإقبال الرسمية والنهائية للإقبال على الاقتراع تقدر ب 11.40%. وزيرة العدل تستقبل رئيسة المكتب الإقليمي لمجلس أوروبا بتونس. مرصد شاهد يؤكد تسجيل مجموعة من الخروقات يوم الاقتراع للدور الثاني من الانتخابات التشريعية. سبيت لإيقاف عنصرين تكفيريين. ومعطيات أولية حول حادث مرور على الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين باجة ووادي الزرقاء. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.